بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء في كل مكان، انطلقت اول اشواط الجدان لقايه من المسافه الاربع كيلومترات. نسير بكم مع اول المنطلقين، محطم منصور بن ناصر بن محمد الغفيلي مع المركز الاول، المركز الثاني ايضا شاهين علي سعيد المالكي على المركز الثاني، المركز الثالث شاهين ناصر بن محمد الدويكي على المركز الثالث، المركز الرابع مطفي نصر بن انور السعدي على رابع المراكز، وخامس المراكز الوصول مع خامس المراكز والانطلاق. هناك مع ايضا المتواجد مياس علي بن عبيد الوهيبي على المركز ايضا الخامس. هذه الخمسه مراكزنا الاولى مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء اينما كنتم في هذه الانطلاقه. المركز الاول نعود بقياده محطم منصور بن ناصر الغفيلي مع المركز الاول المنطلق والمندفع هناك مع صداره هذا الشوط، المركز الثاني الوصول على ثاني المراكز والقدوم ايضا من شاهين علي بن سعيد المالكي مع المركز الثاني، المركز الثالث شاهين ناصر بن محمد الدويكي على المركز الثالث، والمركز الرابع القادم مطفي نصر بن انور السعدي على المركز الرابع، وخامس المراكز هناك من يتواجد مياس علي بن عبيد الوهيبي. هذا النداء الثاني الخمسة المراكز الاولى المنطلقه، فليتقدم مع المتقدمين. هناك الغفيلي المنطلق مع المركز الاول بقيادة هذا الشوط والانطلاق الجميل والعرض المثير، ومتقدما بقيادة محطم منصور بن ناصر الغفيلي اللي ينطلق مع المركز الاول. المركز الثاني يا سلام شاهين علي بن سعيد المالكي على المركز الثاني، المركز الثالث الوصول الاخر والتقدم من الجانب الاخر شعار ناصر محمد الدويكي على المركز ايضا الثالث، والمركز الرابع القادم ايضا هناك حمود سعيد الحارثي ايضا من ينطلق على رابع المراكز، وخامس المراكز شاهين حمود بن حمد الوهيبي، والمركز السادس ايضا بشعار نصر انور السعدي. هذه النتيجة وهذا التحدي لستة مراكزنا الأولى المنطلقة، عودة مع المركز الأول اللي انطلق هناك وانفرد أيضا وحيدا نحو المركز الأول، نحو التحدي الجميل ولدى المميز اللي انطلق محطم منصور بن ناصر الغفيلي مع المركز الأول مع الكيلومتر الأخير مع التحدي الجميل والأداء المميز. المركز الثاني القدوم بشعار ناصر بن محمد الدويكي على المركز الثاني، المركز الثالث الوصول بشعار حمود سعيد الحارثي. هذه الثلاثية مع 800 متر الأخيرة، ومازال محطم أيضا من منطلق نحو المركز الأول، ومازال في القيادة بدون منافس على الإطلاق أيضا هناك منطلقا نحو الناموس والتحدي منصور بن ناصر الغفيلي. تهانينا والناموس، لكن هل من هناك من قدوم؟ هل من قدوم؟ نعم، جبار علي بن سعيد الحميدي، أو هناك نعم علي سعيد اليحمدي أيضا من ينطلق على المركز الثاني، ولكن الغفيلي اللي راح وما زال في الصدارة في المركز الأول المنطلق نحو ناموسي هذا الشوط أيضا في هذا الأداء الجميل والأداء المميز. هنا محطم مازال في الصدارة مشاهدينا الكرام منصور بن ناصر بن محمد الغفيلي من ينتزع ناموسي هذا الشوط أيضا بدون منافس على الإطلاق، هنا أيضا منطلقا نحو الناموس والتحدي الجميل والعرض المثير والعصافة الأبطان بدون أوامر ولا تعليمات. أيضا تذكر من مالك هذا الشعار تهانينا والناموس لمالك محطم وأداء محطم بشوطنا الأول اللقاية أيضا يغادر مع منصور بن ناصر بن محمد الغفيلي تهانينا والناموس بدون أوامر والعصافة الأبطان. المركز الثاني كان هناك أيضا جبار علي سعيد أول هناك نعم، والمركز الثالث وين المركز الثالث؟ حامل رقم 12 بشعار الحارثي 6 دقائق وثانية 91 جزء من الثانية. هذا هو التوقيت الزمني لهذا الشوط تهانينا والناموس.